السلام معكم كريم كانوط. هذه فيديو جديده سبيسيال الناس اللي عندهم امتحانات سواء بروميير اني باك دوزيام اني باك لونيفرسيتي ولا لي زيكول سوبيريور. فايت لي درت اون فيديو تقدروا تلقاوها في لاشين يوتيوب كريم كانوط اللي سميتها الاستعداد النفسي للامتحانات. فيديو اللي كنشرح فيها شي شويه كيفاش تقدروا ديروا باش تبريباريو مزيان لي زيكزامان ديالكم. هاد لا فيديو هادي درتها اون بلوس ديال لا فيديو اللي كاينه حيت فيها شي حاجه دو بلوس، لان لا فيديو اخرى درتها العام اللي فات اولا دي عام ونص. دونك هاد لا فيديو هادي باش نقول لكم بان الاستعداد للامتحانات فيه جوج ديال الاشياء مهمه. اول حاجه انك توجد الماده اللي غدوز فيها الامتحان ولا المواد اللي غدوز فيها الامتحان، وانك توجد الانسان ولا الشخص اللي غيدوز الامتحان، الشخص اللي غيبريباري الامتحان، لان كاين الماده العلميه كاين ورقه الامتحان وكاين انت بيناتهم. هذاك انت اللي بيناتهم، انت اهم من الماده وانت اهم من يوم الامتحان. الا فهمنا هذا المنطق ديال هذه المساله هذه غتسهل علينا بزاف ديال الحوايج. دونك خصنا نرجعوا النهار ديال الامتحان للحجم ديالو الطبيعي، خصنا نرجعوا لا بيريود دو بريباراسيون للحجم ديالها الطبيعي، وخصنا نرجعوا حنا اللي كنتحكموا في هاد جوج ديال الاشياء ولا جوج هاد جوج ديال العناصر للحجم ديالنا الطبيعي. الحجم ديالنا الطبيعي هو اننا حنا هما دوك الناس اللي دوزنا امتحانات، دوزنا فروض، حفظنا شي حوايج، جاوبنا، جبنا نقاط مزيانه، جبنا نقاط متوسطه، ربما نكونوا جبنا نقاط اللي هي ما مزياناش. المهم فهادشي كامل هو انني نعطي تقدير للقدرات ديالي الذاتيه، نعطي واحد التقدير اللي هو منطقي ما نتبازاش على الاحاسيس والمشاعر. عارف وحاس بكم ان في هذه المرحله هذه بالضبط ديال استعداد الامتحانات كتكونوا مضغوطين من طرف نتوما واش باغيين ديروا، مضغوطين ربما النقص اللي عندكم في بعض المواد، مضغوطين بالعائله، مضغوطين بالتلفازه، بالمجتمع، بداكشي اللي داير بالانترنت. هادشي كامل تيخلي بان النفسيه ديالكم ما غاديش تكون في لو توب ديالها. هنا كنستثني بعض الناس اللي تبارك الله عليهم تيكونوا ديما او توب، تنهضر على لاماس الاغلبيه العظمى ديال الشباب اللي كيدوزوا امتحانات. دونك اول حاجه هو انني خصني نوجد راسي انا باش نوجد الامتحان ونوجد راسي لنهار الامتحان. ثاني حاجه هو انني خصني نعطي لراسي واحد لونفيرونمون، نحط راسي في واحد لونفيرونمون كي بوزيتيف. لونفيرونمون بوزيتيف يقدر يتفرض عليك، يكونوا الناس اللي دايرين بك حاسين بانك غدوز امتحان، دونك يوفروا لك ويهيئوا لك الظروف باش تبقى ديما مكونسونطري على الخدمه ديالك. وممكن لا، الا كانت موفره ليك فانت تي لا شانس، الا كانت ما متوفراش ليك خصك انت توفرها لراسك. الوغ كيفاش غادي نوفرها لراسي؟ سي افو دو تروفي لا سوليوشن. يا اما غنمشي لان اوندرو اللي كرتاح فيه، ما نمشي نتلاقى مع واحد النوع ديال الناس نبريباري معاهم، يا اما تنبدل المدينه باش نمشي نبريباري بلاصه اخرى، يا اما تنسد عليا، يا اما تنهضر مع لونتوراج ديالي باش نوصل لهم لو ميساج كلير كوم كوا جي بيزوان دان انفيرونمون بوزيتيف. ثاني حاجه اللي خصنا نركزوا عليها هو اننا ناخذ الامور بالتدريج ونقسموها، لان الحاجه ملي كتقسم كتسهل. ما يمكنش تبقى تبريباري كل نهار وانت كتقول لراسك انا اليوم كنوجد الباكالوريا، غدا كنوجد الباكالوريا، اليوم في العشيه كنوجد الباكالوريا. يعني كتولي انت كل نهار كل دقيقه كل ساعه فانت كتواجه واحد الخصم اللي هو كبير سميتو الباكالوريا. اما الا كنتي كتعامل مع المواد على اساس انني اليوم كنوجد الدرس الفلاني في الماده الفلانيه، اليوم كنوجد الشابيتر الفلاني في الماده الفلانيه، اوتوماتيكمون هنا كتصغر عليك المسؤوليه، كتولي انت كتحط ان اوبجيكتيف في الصباح كتوصل ليه في العشيه كتفرح بانك وصلتي ليه، وكت النهار اللي من موراه لا ميم شوز. دونك تتولي تفيكسي دي بيتي اوبجيكتيف شاك جور شاك جور شاك جور كي فون فير كو في الاخر ديال لا بريباراسيون غتكون راضي على راسك. لان هذا هو المشكل ديال بزاف ديال الشباب، اون فوا كيهز الكتاب تيبان له الوحش ديال الباكالوريا قدامه، اوتوماتيكمون العقل ديالو ما تيبقاش مركز، تيولي كيمشي في ديمونسيون اللي هما كبار عليه، تيولي هذيك الدرس هذيك الصفحه اللي جالس يقرا فيها ما يقدرش يركز فيها. اوتوماتيكمون المشكل كيبقى ساكن معاك tout au long de la préparation. الا حطيتي المشكل اللي وخديتي منه كل نهار طريف وعالجتيه فانت كتافونسي بلو رابيدمون. هذه حاجه تاهي مهمه. ثالث حاجه هو اننا ما ننساوش اننا من
ما نبدلوش لو مود دو في ديالنا لواحد الدرجه ديال ان المخ ديالنا غادي يتخلع من هذا لو شونجمون هذا. نخليو العادات ديالنا الزوينه، نحيدو بيان سور العادات الخايبه، نقادو لومبلوا دو طون، نقادو النعاس ديالنا، نقادو الماكله ديالنا، هذه ما فيها باس. ولكن الا كنت نخرج نتلاقى صحابي فاش كنسالي لا بريباراسيون، ما نحرمش راسي من هذا لو بليزير هذا في لا بيريود دو لا بريباراسيون. الا كنت كنخرج نلعب الرياضة، إلا كنت كنمشي نتفرج أفلام، إلا كنت كندخل سور فيسبوك، ما نحرمش راسي من دي بليزير اللي غيخليو مخي أوموا واحد ساعة نص ساعة ربع ساعة في النهار يديكونيكتا من لا بريباراسيون باش يطرو ديمارا، باش ملي كنرجع كنرجع انسوف اللي هو جديد. ورابع حاجة اللي هي لا جيستيون ديال المواد والدروس على حساب الاهميه ديالها، على حساب الصعوبه ديالها، على حساب الكويفيسيون ديالها. ما نبقاوش غير داخلين في لا بريباراسيون كيما جات، ماشي حيت فلان جا عندي باش يبريباري، بغى يبريباري الماده الفلانيه والدرس الفلاني كنمشي معاه، وتنولي عاد تنخلط في ليزانفورماسيون. اصعب مهمه ماشي هي المهمه ديال انك تذكر المعلومه نهار الامتحان، اصعب مهمه هي المهمه انك تدخل المعلومه بطريقه اللي هي مرتبه في العقل ديالك باش تسهل عليك انك تجبدها نهار الامتحان. وخامس واخر حاجه غادي نقول لكم هو نهار الامتحان، نهار قبل الامتحان، الساعه الاولى ديال الامتحان، الساعه الثانيه، الساعه الثالثه، يان سي دو سويت. تما خص واحد التركيز يكون خاص، والاستعداد النفسي يكون خاص، ما كيبقاش استعداد الامتحان تيولي استعداد نفسي اليوم ديال الامتحان. وكنتعامل مع كل ماده ماده، كل درس درس، كل سؤال سؤال. ما يمكنش انا حيت السؤال اللي قبل قريته ما عرفتش الجواب ديالو غياثر عليا نفسيا بالسؤال اللي كنجاوب عليه دابا. ما يمكنش حيت الماده اللي قبل دوزتها عيانه غادي تاثر عليا في الماده اللي انا مزيان فيها وما غندوزهاش مزيان. دونك هنايا سي لا جيستيون دي زيموسيون، لا جيستيون دو طون فوسط لا جيستيون دي زيموسيون. الا عرفنا نكومبينيو هاد لي دو شوز غتعطينا واحد لو طو دو كونسونطراسيون الفي اللي غيخليك فاسيلمون تدخل تقلب تلقى المعلومه وترجع. حتى الا ما لقيتيهاش تقول راه هادشي مؤقت، غنمشي نقلب على معلومه اخرى ديال سؤال اخر وغادي نرجع. لان لي فور افير ماشي هو انك تخلق شي حاجه ما كايناش، فقط انك تتذكر شي حاجه ما كايناش. لان كاين فرق ما بين التفكير والتفكار، كنتفكروا شي حاجه، تفكر شي حاجه ماشي شي حاجه لي اكسترودينير اللي كنديروها كل نهار، والنسيان ماشي شي حاجه اللي خايبه واكسترودينير لاننا كننساو كل نهار. غير لو فات انك تتركز على النسيان تيخلي انه يكبر، والفات انك ما كتركزش على انك غتعقل وكتفكرش على تركزش وانت كتحفظ المعلومات تتحفظها على اساس انك تقدر تنساها. لا، خاصك تحفظها على اساس انك حفظتيها. بوين فينال، كتوجد واحد الدرس كتجاوب عليه جو سي با بديفيرونت مانيير باش يدخل مخك من ابواب مختلفه باش الا ما لصقش فهاد الجهه لصق في الجهه الاخرى. وشويه ديال الابداع في لا بريباراسيون، شويه ديال لونتوزيازم في لا بريباراسيون غيخلي المعلومه تدخل، لان الحاله النفسيه ديالك فاش تكون ناشط وفرحان كتخليك انك تدخل داكشي فاسيلمون. لان ملي كتولي دون لا كومبلكسيتي خدام، دون لا موفيز هومور خدام، فانت بحال كدير واحد الكورفي صعيبه خصك غير تفك منها. اما الا كنتي دون لو بليزير لا بون هومور، بزاف ديال الحوايج صعاب كيوليو ساهلين، فماذا بك الحوايج اللي ساهلين. كنتمنى لكم استعداد الامتحان يكون في احسن الظروف، كنتمنى لكم انكم تبريباريو مزيان، انكم تحققوا لي زوبجيكتيف ديالكم في هاد الامتحانات اللي غادي تدوزوا. وما تنساوش، وهذا هو الرساله الاخرى، هو انكم حياتكم ما كتلخش في امتحان، حياتنا وحياتكم ما كتلخش في واحد النهار ولا يومين ولا ثلاث ايام. فاحنا كبر من ثلاث ايام ديال الامتحان، وكبر من نقطه الامتحان، وكبر من هذا الشيء كامل. انت انسان قادر على الخلق والابداع، قادر انك توصل البلايص اللي هما بعادين بالاراده ديالك، بالعزيمه ديالك، بالابداع ديالك، بالقوه ديال الفكر ديالك. خاصك غير تيق في القدرات ديالك، تيق في الله سبحانه وتعالى، ودير اللي عليك وما يكون غير الخير. السلام عليكم.